ناس العود صادق لي حتى بغيتي تصدق ليك خصك تحرك ومن الاحسن خصك شي كو اول كوتش ديالي الجديد يس السيمانه اللي فاتت كنا وصلنا طيحنا 13 كيلو هاد السيمانه هادي كملنا 15 كيلو شويه غادي نبارطاجي الميزان من بعد هاد السيمانه هادي خدات شي داس غدا عاوتاني الرونو بالمناسبة الكوتش اللي بادي الكوتش ديالي اللي بينت هو بادي بويلدر ولكن ماشي هو ماشي بادي بويلدر لا علاقة بالبادي بويلدينغ هو فارماسيست يعني فهمتي داك السيد اللي قرا باش في الاخر يولي فارماسيست keep going five, two, three, four, five. Great work, man. Good job. كما قلت في واحد الفيديو فات أحسن وأسرع طريقة لأن اللي فغيمون جربتها وتستيتها باش توصل لشي هدف بالزربة وخصك شي كوتش خصك شي واحد دارة وشي واحد اللي عنده واحد الإكسبيريونس كبيرة فهمتي يعني ملي كتمشي أنت عنده كتطلب شي حاجة مثلا البارح كان عندي واحد الميتينغ مع الكوتش ماشي الكوتش ديال الفيتنس اللي وريتو اليوم الكوتش فهمتي ديال البيزنس كنت معاه في واحد الميتينغ قال لي شنو هو الجول ديالك ديال 3 شهور الجاي قلت لي لا انا مبلاني العام قال لي لا جيت عطيني ديال 3 شهور صراحه ما مبلاني حتى شي حاجه 3 شهور انا حاط الفيجن ديالي ديال العام وغادي نخدم عليه عام قال لي وراه ما نايضيش من هنا حنا مريحين كنتقهواو هاك ستيلو ها ورقه كتب لي دابا 3 شهور هادو شنو غادي دير تفضل صافي قلت له اوكي غادي نحاول نزيد في هادي ديما خصو يبوشيك فهمتي ديما خصو يبوشيك لان انت ديما كتقول ديك اللعبه ديال لا لا خليني هنا في المضمون لا ديما تيحاولوا يخرجوك برا المضمون برا داكشي اللي تقدري انا على المضمون كلشي كيلعب في المضمون كلشي يجي يقول لك انا خايف نخلي خدمتي انا خايف هادي خايف نقلي قرايتي خايف ندير هادي خفت نبدا في هادي خفت نمشي هادي وتفلت لي هادي فهمتي كلشي تيقلب على المضمون خاصك تمشي برا هما اللي ديما نسمع من عندهم بغيتي دير شي حاجه كبيره في حياتك غتخرج ليا برا داكشي كامل اللي قادر ديرو غادي الا قادر دير 10 انا بغيتك دير 30 وهو بيان سور ماشي شي واحد اللي كيدوي يتيدوي كما كنت قلت في واحد الفيديو ديجا هو المينتور ديال برايان تريسي او الشركه ديالو تتفوت 100 مليون دولار في العام وداكشي بزاف اللي كيدير داك السيد فهمتي يعني ماشي شي واحد علاش نقول لك ما عمرك تسمع لشي واحد ما دير حتى حاجه في حياتك كما كنت قلت في واحد الفيديو فات كنت حاط واحد الهدف نوصل ليه في 2017 وصلت ليه باقي ما سالاش طنص العام واحد الهدف بغينا نوصل ليه في 2018 حتى هو طرقته هادشي كامل ما جاش هكاك راه جا كانوا من ورايا بزاف ديال الناس اللي كانوا مينتورز راه دوك اللي كتشوف واعرين كاع دوك السطر اللي تيبانوا لك واعرين وكيعجبوك عندهم مينتور ولكن الزريفه اللي كنت شحال هادي جالس ملي كنت جالس في المغرب هي ما كانش عندها التفكير هذا ما كنتش كنريح اصلا مع شي واحد اللي مشي عند يقول لي السلام عليكم قول لي كيفاش كتنقز بحال هكا ويقول لي ها سترات تلاقيت مع الناس الواعرين واحد قال لي خصك كوتش الثاني قال لي خصك كوتش مينتور الثالث قال لي خصك مينتور الرابع قال لي خصك مينتور الخامس قال لي خصك مينتور ونقول واي لا لا وكاع هادو اللي كيديروا السيفن فيجرز كيقولوا نفس الهضره دونك راه انا اللي عندي المشكل ما خسرت والو غادي نعاود نرجع عند نفس الناس نسولهم شنو هو المينتور ديالهم ونشوف شنو هو اللي مسلكني وجع على دماغي ونخدم معاه وبيان سور المشكل ديال المغرب هو ما فيه لا مينتور لا حتى حاجه ماشي اهانه هادي ما فيه والو ما فيه فهمتي كاينين الناس واعرين كاينين شدو كلميات ديال الشركات ديال المغرب في الاول دوك الناس اللي كيسيروا هادوك راه عرفتي الا كان هو المينتور ديالك غادي تنقز واحد التنقيزه عجيبه ولكن كيفاش جيت توصل ليه هادي هي اللقطه اللي في المغرب فهمتي ورغم حاليا ممكن نوصل ليه ما شحال هادي ما كانش عندي اللي مزيانه في الطايروند واللي الحمد لله اني جيت لهاد البلاد هادي هي ان المتقاعدين ديال الطوب ديال الامريكان كيجيو تيتقاعدوا هنايا باش يعيشوا هنايا الاخر ديال حياتهم فهمتي يعني احسن بلاصه ممكن يعيش فيها هي هنايا دونك في الاخر كتلقى السي او ديال مايكروسوفت جات لي السميه ديالو هو صعب راقي فهمتي يعني راقي كان تيريح معاه وشحال من مره كان مريح معاه وخايج لا تصور معاه واش انت ساهل تصور مع السي او ديال مايكروسوفت ماشي ساهل ماشي ساهل تتلاقى به ما هو متقاعد في الطيرون ولا كتلقى مع ناس فهمتي دار شي حاجه كبيره في حياته واخر حتى جات تقاعد هنايا دونك واحد الفرصه راه ما تعرفش راه العقليه باش كتفكر انت حنا كاملين العقليه باش كنفكروا على شي حاجه صغيره راه العقليه باش كنفكروا شي حاجه صغيره والبيزنس ديالنا صغير راه الا لقيتك الفرصه مع هادو اللي كيديروا البيغ نامبرز وعطاك الوقت ديالو وبغى يخدم معاك ويكون المينتور ديالك وتقول ليه داك البيزنس ديالك ديال شوبيفاي ولا امازون لا كيقول لك
فاك شنو كترون؟ هاجي خاصك تبدلها هكا وهاجي هكا وهادي تصدم، لان النظره ديال ايلون ماسك للبيزنس ديالك ماشي النظره ديالك، لان انت راك في وسط البيزنس وكتقاتل ما كتشوفش واحد الفيجن على برا. وما راه فهمتي راه تصور ايلون ماسك شاف البيزنس ديالك كتجيب لك الصاد هادشي كامل مضيع ديال الوقت، راه الا مشيتي من هنا احسن ليك. كنت كنقلب لقيت باللي مارك زوكربيرغ كان عنده منتور، حاليا عنده بزاف، وكان عنده منتور نهار بدر، والمشكله ديال المنتور ديالو هو ستيف جوبز مول ابل. قلت فاك العود، اينشتاين كان عنده منتور ما وصلش لداكشي اللي وصل ليه بوحدو. لقيت باللي فهمتي اي واحد حط صبعك فهمتي، بطل ديال التنس، بطل ديال السباحه، بطل ديال اي حاجه، اي حاجه واش يبان لك واحد عنده منتور، سير عند شي واحد اللي ديجا داز من المشكله وحلها وفات فهمتي، تيبان لك داك المستوى فايد، داك المستوى اللي انت كطمح توصلو، سير عنده قول له انا عندي هاد المشكله هادي حلها ليا. كيف ما انا كانت عندي مشكله ديال الوزن، كنت في 98 وبقى لي والو نوصل ل 100، مشيت عند واحد قلت له انا عندي مشكله، راه المعلومه كاينه في الانترنت، راه الانترنت عامره بولشيت، عامره بالخوا الخاوي، راه اللي مشيت تقرا عليها تنقص الوزن غادي تلقى تما الروينه الكحله، غادي تلقى العكايبيري والغارسينيا والهوديا وهاد المادافاكرز ديال البلو ساينس اللي فاكاو الساينس، هما المعلومه كاينه في الانترنت ولكن راه 99% محطوطه مع ديك المعلومه اللي صحيحه، وانت باش تعرف المعلومه اللي صحيحه من اللي خاطئه. كما قلت هاد المادافاكرز اللي كيشد لك الساينس كيدخلها لك مع شي حاجه باش يبيعها لك، هما اللي فاكاو كلشي، ما بقى تعرف الحقيقه من الخير. عاود ملي يبان لك شي واحد في اليوتيوب طالع من الدراري الزوينين كيعطيك شي نصيحه، ما تقولش لي راه كاينه في الانترنت، راه كاينه في الانترنت مع 99% المعلومات غلطه، وهذاك السيد جربها وجا دار فيديو، وخاص فهمتي خاص ما تكونش من الناس اللي كيطفوا البالي، راه البالي اصلا قلال من العربي، عندنا البالي اصلا قلال، الناس الزوينين اللي منورين قلال، وخاص فهمتي الا لقيتي ما دعم دعم، ماشي تجي تقول لي اه عارفينها فاك يو زي سداد الشانيل هادي انت عارفين كيحرتوك هاكا كطفي البالي اللي شاري. الا لقيتي ما تزيد من الاكسبيرينس ديالي انا الاي سي يو، الاي سي يو عارف فيه بزاف، لان فهمتي عندي الدراري صحابي وعندي ديما لي ميزاجور اللي طاريين وكدا، وكنقرا داكشي اللي في الانترنت بولشيت كامل كذوب كامل روينه، هاتي ضحكوا على بعض. واحد السيد ديالي اللي ردينا ستارت اب وابخي تخلينا منه على واحد النسبه كبيره وباقا عندي دابا فيه واحد النسبه، كتبتي فريشات كتلقاه هو الاول، كتبتي فريشات اونلاين انا الاول، كتبتي فهمتي مليونز، عندنا مليونز ديال الفيزيتور كيجيو من جوجل وياهو وامازون كل شهر فابور. واحد الوقيته وصلنا لنا تكتب شات كنطلعو حنا الاول قبل ويكيبيديا، مع بخي تشونجات الالغوريتم عاوتاني، ودابا حنا فهمتي ماشي انشي انا، عطاه للناس هما اللي مكلفين، وديك الشركه اللي جدات اصلا سميتو صافي واخده كلشي ودايره كلشي ومكلفه بكلشي. تجي كتبغي تقرا الاي سي يو هادشي اللي كيجيو الدراري فهمتي، تيقول لك اه الساط قريت هادشي، الساط هادشي راه قديم. الا راه قالوا لي راه هذا هو اخر ابديت، فاك يو شنو دابا نبقى المعلومه اللي كاينه في الانترنيت 99% ديالها غلط. 2012 كنت درت واحد الكور وكان اخر كوره ديال الدار بالعالم العربي، كنت شاركت فيه التكنيك ديالي في الاي سي يو كيفاش طلعت داك السيت في المرتبه الاولى، خدموا بها الدراري بزاف اللي ولاو دابا صحابي اللي طلعوا السيتات ديالهم تفرقعوا بلي فيزيتور وداروا الزباب. جوج نوع ديال الناس، كاين اللي خدا داكشي ابليكا وكاين اللي ركز ليا في الخوال خاوي، لا راه الله شرح لنا قال لك ما هو ادسنس، على حنا محتاجين نعرفوا شنو هو ادسنس. السطر عطاك واحد الشابتر فيه السي يو، راه معلومه واحده ممكن تقلب كلشي، انت راه ما محتاجش كور كامل، محتاج معلومه واحده ترون كلشي. هذا الموضوع هذا كان اخر كور غادي يكون مع العرب، وفهمتي العرب اللي لقيت عطاهم اتساع نصيحه عطاهم اتساع. المهم اخر حاجه اخرتها، اي واحد ما عجبوش الكور ريفاند، رد ليه فلوسه، رديت ليه فلوسه وارتاحيت احسن حاجه. المهم العود ركز ركز فهمتي ركز، غادي تخدم واحد شويه في الانترنت، غادي دير غادي تحرك بيان سور، يمكنش مايمكنش من الاول تهايري مينتور ما عندكش الفلوس ديالو، ليه ما تضيعش الوقت كما كنت ضيعت انا سنين فهمتي، ما عندكش تضيع الوقت كما كنت انا ضيعته، الاخطاء اللي كنطيح فيها ما كنبغيش الاخرين يطيحوا فيها. ملي سميتو غادي تقلب لك على شي مينتور، غتقلب عليه غادي تلقاه كاينين، وسيرتو من الاحسن من الاحسن يكون امريكان، من الاحسن كاين ايرلندا بالدرجه الثانيه تاعهم. بالمناسبه حتى الفيتنس كوتش اللي قلت راه هو فارماسيست حتى هو امريكاني، فهمتي احسن حاجه، لان دوك الناس فهمتي في المعاملات ديالهم في شكل المعامله ما بين المهم تتعامل معاهم غادي تعرفهم مزيان. هاكا تختصر عليك بزاف ديال الوقت اللي ضيعت انا، اللي درت الهدف ديال 2017 و 2018، في 2017 حيدت عليا بزاف اللي كنت حاط نخدم 2017 كامله و 2018 كامله، يلاه نوصل ليه طرقت داكشي في 2017، دابا انا كنلعب في 2019. دوك الاهداف اللي كيبان لك كبيره تولي ممكنه، تولي جد ممكنه، داكشي اللي تقول لي بغيتي ديرو في ربع سنه دي ديرو في عام، يلاه عاود توكل على الله وتهلا ليا في راسك وبالتوفيق ليك و
باقي شي دو جور المهم الا غادي نبارطاجي فيها لي فيديو بحال هكا وصافي ومن بعد غادي نغبر حتى غادي يكون واحد اللايف في الفيسبوك في واحد في شهر 4/2018 يعني غادي نغبر 3 غادي نغبر شهر 1 و 2 و 3 حتى يسالي 3 نهار واحد في شهر 4 غادي ندير واحد اللايف ونغبر عاوتاني الفتره اللي انا غادي نغبر بغاك انت تعطى الخدمه كاع دوك لي فيديو اللي كنت نبارطاجي هاد الايام هادو تشدك شي تابليكي عطا الخدمه جو سوي سور ملي نتلاقاو من هنا واحد 3 مو غادي تكون قطعتي بزاف قطعتي مراحل واخر حاجه نسيت ما قلتهاش وهي حاول تبدل المحيط ديالك راه تيلعب واحد الدور كبير جدا الا طلعتي شويه بدل زدتي طلعتي شويه بدل تشوف المستوى اللي وصلت ليه المايند سيت ديالك غادي تشوف الناس اللي صحابك اللي متماشيين معاه اوك غادي تخليهم ماشي على الفلوس على المايند سيت وغادي تحيد عليك الاخرين غادي تحيدهم وغادي تزيد طلع عاوتاني غادي تشوف واش دوك الدراري صحابك مسلكين في نفس المستوى ديال المايند سيت الدراري في المغرب صحابي راه هيموطف فهمتي يعني كيتقاتل مع الشر كيشد الخلصات الشر هذا تيساليها تيتسنى الشر الشيء وغادي ولكن راه صاحبي الى يومنا هذا لان المايند سيت ديالو نقيه وشخص زويون وكيتحارب وكيتقاتل ماشي شخص سلبي وميش الاشخاص اللي مات ليهم الامل ومات فيهم الحلم ما عندك ما دير بهم كنت قلت واحد القصه شحال هادي ودابا غادي نسربي هذا الشيء باش نسالي هذا سميتو باش نمشي نخرج كنت قلت واحد القصه باللي من الله البدايات ديالي وليت الله كنحقق 10000 درهم في الشهر المهم بخلاصه القول خرجت وقفت فراس الدرب ريحت مع واحد الدري صاحبي من ايامات زمان كنقرا معايا في التحضير والثاني قلت له الساط راه وليت خدام وكدا وراه سميتو دابا راه كندخل 10000 درهم في الشهر قال لي واحد الجمله اللي خلاتني نوقف 3 شهور حتى 4 شهور ما خدمتش واش اصلا واش كزعما كتحلم انت شي نهار تولي من الناس اللي لاباس عليهم قال لي راه ما سميتكش السميرس ما سميتكش بناني ما سميتكش القباج ما سميتكش هكذا انت اي فقير ولد فقير وغادي تبقى معنا واحد فقير وغادي تبقى معنا فقير 10000 درهم في الشهر كاع 10000 درهم في الشهر ما جايب لك حتى ليله في المامونيه بالعشاء بالغدا بالفطور ما جايبهاش لك عطيق راسك لصحابك راك شي واحد ولا راك غادي تولي شي حاجه اولا عمي شتي ملي كتزاد فقير كتبقى فقير والناس اللي لاباس عليهم ولادهم تيكونوا لاباس عليهم هذا الفقر هذا تسببني اني حبطني 3 شهور 4 شهور ما مشيتش خدمت بقيت ديت اوف هضرته وبقيت مركز فيها وقلت راه هي انا يقدر كان حلام راه هي انا كدا بحال هذا النوع هذا لو بقيتي ما غادي يقتلك خاصك تعرف معاك كتريح في المحيط ديالك راه واخا الانسان واخا يكون فقير ما عنده حتى ريال يكون شخص ايجابي وزويون العقليه هي كلشي ماشي الفلوس ويقدر يكون لاباس عليه والعقليه عنده خامجه حتى هو ما طريحش معاه واسوء تجربه شفتها في حياتي اللي طرات لواحد الدري صاحبي اللي تيتفرج فيا وخو كيتفرج فيا وبا كيتفرج فيا ومو كتفرج فيا وهاد القصه هادي واقعيه الدري هذا كان تيتريدي لشي ناس خايد الفلوس ديال شي خليجيين وكيتريدي بهم ودراري زويوان ونقيقي وكيتقاتل وعنده احلام وعنده طموح وكذا وديما كنقول له الصاد خصك تابغريد المحيط ديالك الصاد راه دوك الجماعه ما من كطريح راه مسلك هاد خوتنا هادو ما جاب منهم حتى شي حاجه جاب منهم الحشيش الجوانات البليه المشاكل وهو اللي كيصرف عليهم وابخي ولا فهمتي مدبر لهم على خدمه معاه عطاهم حتى دوك اللي كنت الخليجيين تيقول لي شوف ملي نقول لك شي حاجه ديرها ملي نقول لك وقف هادو وقف المهم ويا ما عييت معاه كنقول له الصاد هادوك السيطان راه ماشي تجاولك هادوك الدراري راه ماشي تجاولك انت ماشي ديال هادوك وهادوك ماشي تجاولك ويا ما عييت معاه المهم في واحد النهار هو ملي دار الابغريد في حياته بقى معاهم واشنو غادي يطرى داك النهار عاقل مشى شرا الكاتسونسات ومشى وقف على دوك الدراري بها ويقول لهم قولوا لي مبروك راني شريت الكاتسونسات والكاتسونسات كانت باقا جديده كتا هذوك قالوا لي مبروك عرفتي بواحد الغل انا ما كنتش حاضر ما كانوا الناس شاهدين المهم خونا يتفاوت وما يجدوها فيه هنا ميما شتي ديال امو كدا طلع كدا حنا نبقاو هكا من هنا عرفتي اش مشاو داروا باش ينزلوه واش عرفتي اش مشاو داروا عباد الله باش ينزلوه مشاو ديك الساعه لواحد السيبر كيجريو دخلوا لكاع دوك اللي كنت عطاهم هما تيقفيهم خدمهم معاه زعما عطيهم لاكسي وكيخلصوا 60000 ريال في الشهر وما بقاوش بغاو 60000 ريال في الشهر السيد راه ولا كيدو في الملايين خسروا كامل خسروا كاع فهمتي بقاو كيتريدوا تيخسروا المعلم في ديك الليله في 140000 دولار يعني 140 مليون مغربيه هادي جات نتيجه ديال كطريح مع بنادم حرتوك اللي ماشي في مستواك انا تسبت ليا في 3 شهور 4 شهور ما عرفتش شنو كنت غادي ندير فيها وغادي نزيد نافونسي في حياتي هو تقامت عليه ب 140000 دولار واش لي هذا صاحبي حرتوك غادي نحاول نبدلو لا الناس ما كتبدلش معلم بغيت تبدلي تسوكي وباش يتبدل ما غاديش تحاول غادي تخليه وغادي تزيد فحالك غادي تخليه وغادي تزيد فحالك سمع هضرت غادي تخليه وغادي تزيد فحالك ما تضيعش مع وقتك
تمشي تتجاف راسك وتتجاف مستقبلك وتتجاف خدمتك، وراك يتسناوك والديك، وراك خصك دير شي حاجه والديك راه واني عليك معلم. معليش تمشي تضيع وقتك مع الحراتك، جمع راسك وعرف مع من كتريح، والمحيط ديالك حتى هو تيلعب دور كبير. وتبارك الله عليك وتهلا ليا فراسك.